برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نروح لسكايب من لندن مع سلمان ساسي المدرب التونسي لناشئي فريق ساوثهامبتون الإنجليزي. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. مرحبا بك سيدة سارة، ومرحبا بكل متتبعي برنامج السادسة قناة أهلي تي في، وأنا فرحان جدا أن أكون ضيف معكم. احنا فرحانين اكتر، وخليني عندنا كلام كتير عن الدوري الانجليزي، الكره الانجليزيه. خليني في البدايه اعرف رايك في التراجع الفني الحقيقه بالنسبه لليفربول والهزايم المتتاليه ليه في الدوري الانجليزي الفتره اللي فاتت دي. مش ده ليفربول اللي احنا عارفينه بقالنا فتره، مش ده ليفربول اللي خد الشامبيونز ليج ولا اللي قدر ان هو يفوز بالدوري الموسم اللي فات. صحيح صحيح، الدوري الإنجليزي أصبح مادة دسمة لكل الصحفيين والمتتبعين، وخاصة نادي ليفربول اللي هو كان الموسم هذا في ثوب البطل، لكن فوجئنا بتراجع كبير حقيقة في النتائج للفريق. وبالنسبة لهذا التراجع حقيقة له عدة عوامل، أهمها هي إصابة كل قلوب الدفاع على رأسهم فان دايك اللي هو الشخصية القيادية الأولى في هذا النادي، ثم إصابة غوميز وماتيب، والانتدابات حقيقة في هذه المراكز لم تكن قيمة في الميركاتو الشتوي، ولم تعن يورجن كلوب لسد هذه الثغرة. ونعرف يعني كل المحللين الرياضيين او محللي كرة القدم ان اكثر موقعين في الفريق كرة القدم اللي يبد يكون بينهما انسجام وتناغم هو مركز قلبي الدفاع، وعندما تأتي بلاعبين جدد ولاعبين شبان ليس لهم الخبرة الكافية ليقودوا فريق في حجم ليفربول يسبب ذلك ثغرة كبيرة، وهذا هو ما يحصل لليفربول حاليا. ثم الحل النسبي لواجهة يورجن كلوب بالنسبة هذه الثغرة هو إرجاع هندرسون و فابينيو لما كان قلبي الدفاع، لكن هذا عاد بالضرر اكثر لليفربول لان الجيم بريسنج الخطه اللي يعتمدها يورجن كلوب في الضغط العالي اصيبت بشلل بعد ما اخذ الرأسي الوسط اللي كانوا هم يقودوا عمليه الجيم بريسنج او الضغط العالي من الوسط، اصيبت بشلل. ويورجن كلوب قال في احد تصريحاته اول ما تسلم مقالي تدريب ليفربول ان جيم بريسنج بالنسبه له هو هذه الضغط العالي يعتبر احسن رقم 10، هو احسن وسيله لمد المهاجمين صلاح ماني فيرمينيو بالكرات للتسجيل. كابتن سلمان، يعني بحس ان لو خدت من كلامك، مش عارفه تتفق معايا في ده ولا لا، انه ده خير دليل ان ممكن فريق كامل يتاثر بغياب احد اللاعبين. يعني انا بشوف انه من ساعه غياب فان دايك بالتحديد والليفربول بيعاني، وفي مشكله انه زي ما انت بتقول تحس انه يورجن كلوب علشان يغطي فان دايك او غياب فان دايك بياخد من لعيبه النص ويرجعه ورا علشان يقدر يكون في دفاع قوي في الفريق. فاعتقد ان ده دليل ان ممكن فعلا فريق كبير يتاثر برحيل او بغياب اي نجم. صحيح طبعا طبعا، كلامك صحيح 100%، وخاصة سيدة سارة خاصة مركز قلب الدفاع، لان قلب الدفاع هو الليدر، هو سايكولوجيا هو القائد لنادي ليفربول واي فريق كبير. ليفربول قبل فان دايك كان عنده مشاكل كبيره في الدفاع، ولم يصل الى ان ياخذ البريمير ليج لمده 30 سنه، وكانت خيبه كبيره بالنسبه في الشامبيونز ليج امام الريال وتلك الهزيمه الثقيله. عندما جاء فان دايك وجد ليفربول ظلته في ذلك الشخصية، لكن عندما يغيب مثلا مهاجم أو وسط ميدان هجومي تقل نسبة تسجيل الأهداف، هذا عادي، يمكن تعويض بعض للتسجيل ببعض اللاعبين، مع تجد توليفة أخرى في الأمام، لكن غياب قلب الدفاع أو حارس كبير له شخصية قوية يرجع بالضرر منتلي وسيكولوجي للباقي اللاعبين. حتى احنا نشوف الموسم الفارط كانت من احد قوى ليفربول هو ترينت ارنولد وهندرسون على الظهيرين، الان تصبح تشوف اللاعبين لهم شك
في زياده الهجوميه، لانهم ما يعرفوا عندما يصعد ويصعد معهم وسط الدفاع الميدان الدفاعي، ليس هناك من له ثقل ان يكون حاسم في الواحد ضد واحد دفاعيا مثل فان دايك. ان الدفاع الموجود الان، قلب الدفاع الموجود الان في ليفربول، تتجاوزه الاحداث في كل مقابله يعني. طيب هذه حقيقه، هذه حقيقه. حتى ماني وصلاح يتاثر ويقول يعني يصبح يعمل في واجبات دفاعيه اكثر من لازم، وهذا يقلل من واجباته الهجوميه أكيد. في الامام. طيب في طبعا حضرتك متابع تقارير صحفية كتير جدا بتتكلم على انه صلاح خلاص يعني قرب يسيب ليفربول، او بتتكلم عن رحيل صلاح عن ليفربول، وان هو هيقدر ان هو يروح برشلونة او ريال مدريد، يعني اي من الاندية في الدوري الاسباني. رأيك ايه في الموضوع ده؟ هل انت مع رحيل صلاح؟ هل انت مع استمراره مع الريدز رغم خلافاته الاخيرة الحقيقة مع يورجن كلوب والعلاقة المتوترة كما يذاع يعني مع ساديو ماني؟ معلش خليني كمان اسالك، انه هل انت اصلا مع مدرسه يورجن كلوب انه اللاعب اللي مش عاجبه يفضل في الفريق يمشي، انا مش هقنع حد ان هو يقعد، ولا لما يكون عندك نجم كبير بحجم صلاح المفروض انك تحاول تقدم له افضل عرض ان هو يكون موجود؟ لا حقيقه، معناتها خلينا نتناول الموضوع بنوع من الواقعيه. يورجن كلوب ليس له اي خصومه شخصيه مع صلاح، هذا من المستحيل. وانا معناتها كنت متواجد حتى في ليفربول، شهدت عده تمارين، واللي صلاح وماني وكلوب بصراحه زي ما تقولون في مصر زي السمنه على العسل، ما فيش اي شيء. هناك بعض الاشياء تصير في 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 وسط المقابله، هذا لا يؤخذ بعين الاعتبار. تعرف سيدة سارة في المقابلة يكون هناك شد عصبي عالي، يكون نوع من الأدرينالين في كل لاعب ومدرب عالي جدا، فلا بعد 90 دقيقة كل هذا يزول. يورجن كلوب كان تصريحه عادي جدا عندما يقول اللاعب اللي يكون له رغبة في الرحيل سيرحل، لأن اللاعبين ليس عبيد للنادي، اللاعب مثل الموظف في النادي له عقد عمل، إذا لم يرد أن يمدد هذا عقد العمل له شأن أن يذهب إلى فريق آخر. لكن أكيد يورجن كلوب يتكلم صباح وليل مع صلاح ليبقى في النادي، لأنه يعرف يورجن كلوب بدون صلاح ليس يورجن كلوب بصلاح، وليفربول بدون صلاح ليس ليفربول بصلاح. وهذه الأشياء التي تصير في وقت المقابلات تأخذها الصحافة، وبعض الصحافة التي تحب أن تعمل ستوريز أكيد. about it. لكن هذه القصص هل هي مبنية على حقيقة أو لا؟ هذا هو السؤال. لا أظن أنها تكون مبنية على حقيقة، وأظن أن صلاح سيكون هدف ليفربول قبل هدف برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان وأي فريق في العالم. ليفربول أيضا في صراع وفي سباق مع كل النوادي أن يبقي صلاح في الفريق. ان السيده ساره، الابقاء على لاعبين السوبر ستارز في الفريق هو بمثابه انتداب لنادي ليفربول. ان تبقي على صلاح في الفريق كانك اتيت بصلاح مره اخرى بعد انتهاء عقده، يعني أكيد. ايضا ليفربول في هذا السباق مع كل النوادي. ولكن حقيقه ارجع لمساله كلوب وصلاح. كلوب في عده تصريحات قال صلاح أعتبره ملك مصر، قال صلاح هو أفضل سفير للعرب والمسلمين في بريطانيا وعلى الإطلاق. يورجن كلوب عندما أتى صلاح وشافه أنه يؤدي واجباته الدينية أمر ببناء مصلى صغير في وسط مدينة في المدينة التدريبية لليفربول، أخر وقدم مواعيد الإحماء ودخول المقابلة بسبب عملية الوضوء لصلاح وماني لأداء الصلاة. يعني مستحيل مدرب عن قرب كنت بتشوف علاقتهم ازاي بحضورك لبعض التدريبات، وعلاقه كمان يورجن كلوب باللعيبه بشكل كبير مش بس محمد صلاح، لانه الحقيقه يعني في كيمستري او كيمياء زي ما بنقول بين كلوب ولاعيبته الفتره اللي فاتت خلت يبان في تالق كبير قوي لنادي ليفربول. يورجن كلوب من احسن الشخصيات التدريبيه تعاملا مع اللاعبين اطلاقا. يمكن ياتي بالنسبه لي في المركز الثاني بعد انشيلوتي. حقيقه لان يورجن كلوب صادق
في الايموشنال بتاعه، في احاسيسه، وانسان يعني جدا طيب، ويصل الى مغزى اللاعب ويعرف كيفاش يعني يضغط على الزر في كل لاعب ليعطيه اكثر ما عنده. يورجن كلوب شخصيه رائعه في التعامل مع اللاعبين بكل وضوح، وايضا الطريقه التكتيكيه ليورجن كلوب الجيجن بريستيج وهذا الضغط المهول والكيلومترات العديده اللي يركضها اللاعبين، اذا لم تكن هناك معناتها سايكولوجيكال ومنتلي بريباريشن ودفع التحضير معنوي الذهني مستحيل. نعم التحضير الذهني مهم مهم جدا في هذه العمليه، مستحيل لاعب يجري 18 و16 كيلومتر في شامبيونز ليج اذا لم يكن هناك دفع معنوي من مدرب عالي جدا وصادق. طيب اخيرا بس سريعا، مين ممكن يعوض رحيل صلاح؟ امبابي، وهل باريس سان جيرمان ستفرق امبابي؟ هذا السؤال. وهل ليفربول 250 مليون اورو لتشتري امبابي؟ لا، وحتى صراحه لا استطيع القول ان امبابي، رغم ان امبابي لاعب شاب وامكانياته عاليه جدا، لكن لا اراه انه يرتقي الان لمستوى محمد صلاح. بشكرك جدا كابتن سلمان، بشكرك جدا الحقيقه على كل المعلومات دي. يمكن بتفق معاك انه امبابي ما اعتقدش ان هو في الفتره دي ممكن يكون هو البديل الامثل لمحمد صلاح اذا كان فعلا محمد صلاح سيرحل عن ليفربول. نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج السادسه.